صباح الخير عليكم، كل سنة وحضراتكم بألف خير. النهاردة فيديو بسيط، يعني بعد فترة التغيب اللي احنا غبناها بسبب ظروف وانشغالات، بس الحمد لله يعني ان شاء الله هنرجع قريب بإذن الله. ان شاء الله فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن البطيخ، او هناخدكم في جولة عن البطيخ او الرق او الجح كما يطلق عليه في بعض الدول. زرعناه للمرة الثانية بطريقة برضه اورجانيك، يعني الحمد لله حاجة حلوة خالص. يعني هناخدكم ان شاء الله وهنشوفه. كمان زرعنا الشمام او اللي هو كما يطلق عليه في مصر الكنتالوب او البطيخ الاصفر، وزرعنا الفاكوس او الاتا كما يطلق عليها برضه. الحاجات دي كلها هنشوفها ان شاء الله وهنشوفه وهنحصدها مع بعض باذن الله. فكملوا الفيديو معانا زي ما حضراتكم شايفين. لو جذبت الكاميرا هنا شايفين احجام البطيخ، يعني هي حجم صغير بس هو ده البطيخ ايه اللي هو الزمن. الصنف ده اللي انا بزرع منه عشان اخوة كتير سألوا عن البذور. المزارعين بدأوا يقولوا في زراعته بسبب حاجة، ان البطيخ ده ما بيعملش احجام كبيرة، يعني ده البطيخ اللي هو البلد بتاع زمان. الحاجة التانية ان دلوقتي ظهر البطيخ المطعوم على نوع من انواع القرعيات، بسبب ان الاصل او اللي هو الجزء بيكون مقاوم للنيماتودا واللي هي ايه التربة اللي فيها مشاكل والكلام ده، وبالذات التربة الصحراوية، وكمان بيعطي احجام كبيرة. فده اللي هو ايه البطيخ اللي هي الاصناف اللي هي جديدة. ده زي ما قلت لحضراتكم انه يعني بيبقى حجم صغير، بس ايه فيه الطعم بتاع زمان، فيه المية. البطيخ اللي كنا بنشقه ونلاقي فيه مية بنلاقيه في البطيخ ده، يعني البذور دي. اما طبعا بخصوص انه مثلا هو هيجيب مثلا احجام كبيرة خالص، او مثلا العرش بيكون طلع كميات كبيرة زي البطيخ المطعوم اللي هو الايام دي ظهر، يعني او السنوات الاخيرة دي ما اظنش. بس في انواع من البطيخ اللي هي اصناف جديدة طالعة، يعني حلوة خالص، ان شاء الله هنجرب زرعتها في الاراضي اللي جاية. وبخصوص الاخوة طبعا اللي عملنا فيديو السنة اللي فاتت عن زراعة البطيخ من البداية لانها بطريقة حلوة خالص او بطريقة نظيفة، الرابط هيكون اسفل الفيديو ده. اخوة سألوا ليه احنا ما بننزلش منتجات، ليه احنا ما نبيعش، ليه احنا ما بنسوقش المنتجات بتاعتنا. يعني حابب اقولكم ان الموضوع اصلا الموضوع كبير يعني بخصوص الحتة دي. فان شاء الله السنوات الجاية او السنتين الجايين ان شاء الله هيكون لنا باذن الله منافذ بيع. في اخوة حابين يزرعوا اورجانيك ان شاء الله، يعني عندهم اراضي، هنبدأ باذن الله نزرع اراضي بطريقه ايه طريقه زي اورجانيك او طريقه نظيفه، يعني بحيث ان احنا ايه نمنع المبيدات، او بنزرع الاصناف اللي هي ايه كويسه، او الاصناف اللي هي ايه ما بتكونش مخالفه لحاجات كده هنقدر نتكلم عليها ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. فهو ده الموضوع بخصوص اللي هو اصناف البطيخ اللي الاخوه سالوا عليه والبذور والكلام ده. فان شاء الله خير باذن الله ودعواتكم بالتوفيق. دلوقتي هنشوف برضه ايه هنفتح قدامكم او قدامكم البطيخ دلوقتي، وهنشوف باقي ايه الحاجات اللي احنا زارعينها. خدوا معانا الجوله دي ويلا بينا. لو قربنا الكاميرا هنا، يعني بسم الله ما شاء الله، ده حجم يعني نزل الكاميرا كده، لو قربنا الكاميرا الناحية دي بسم الله ما شاء الله، يعني ده حجم البطيخ. يعني اقدر اقول لكم على حاجة ان الطريقة اللي احنا زارعين بيها دي ولا مبيدات ولا اسمدة كيماوية ولا رش كذا ولا كذا، يعني حاجات احنا بفضل ربنا، يعني حاجات طبيعية باذن الله استخدمناها وذكرناها قبل كده في فيديو بخصوص الزراعة، يعني الفيديو السنة اللي فاتت اللي عملناه. قرب الكاميرا هنا نفتحها، يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. الله واحد بص كده، خلينا دي الناحية دي شايفين بسم الله ما شاء الله. قرب كده احمد،
بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعني بسم الله ما شاء الله على البطيخ وطعمه وحلاوته والمية اللي فيه، يعني شكل ايه سكر. طبعا بعد ما شفت البطيخ وطعمه وحلاوته دلوقتي هناخدكم ان شاء الله على البطيخ الاصفر كما يطلق عليه يعني بعض الاخوة في الدول العربية، او الشمام، احنا بنقول عليه شمام. لا ده البطيخ الاحمر، ده ايه البطيخ الاصفر زي ما حضرتكم شايفين امامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجات تفتح امسك يا احمد. بصوا لقوا هنا ايه، ممكن لقوا بدا يتشقق او الكلام ده بسبب ايه؟ عدم تنظيم الري. حكينا كده بس زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. قبل كده شرحنا عن موضوع الشمام ده وازاي تعرفه اذا كان مرض او الكلام ده، والفرق بينه وبين الكنتالوب اللي بنقول عليه، وكمان حط احمد صورة طيب، وكمان بنقول عليه بنسميه الشاهد برضه في مصر اللي هو ده. طبعا الاخوه بيسموه بطيخ اصفر او ساعات بيسموه جاح، يعني بتختلف في المنطقه بتاعت، حتى في مصر بتختلف في المناطق التسميه من مكان الاخر. فدلوقتي ايه هنبدا نشق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جرب يا باشا. بسم الله ما شاء الله. ده هو الشهد. نبدأ نقطع نقول بسم الله. طب تمام ماشي يا سيدي، وقعت ما يهمش. تمام الله الله بمعنى الكلمة. صراحة الطعم يعني بسم الله ما شاء الله. يعني أول حاجة يعني أنا اتكلمت كتير عن الموضوع ده اللي فرحك في الحاجة دي، إنك أنت زرعها بيدك عارف أنت ضيفها فيه. الحاجة دي باكل منها وبناكل منها كلنا وبنودي منها الحبايب، يعني الحمد لله مش بنضيف أي حدا كده كده. الحاجة دي إحنا بناكل منها أساسا، فدي فايدة الحاجة اللي تزرعها بإيدك وتكون عارفها وتكون عارف انت مسميتها ايه، فدي بتبقى ليها طعم مختلف. يعني دلوقتي هناخدكم يا جرب الكاميرا هنا. دلوقتي هناخدكم على الفاجوس او بنطلق عليه الاتة. فدلوقتي هنروح نشوفه مع بعض. خليك انت هنا. ده بيطلق عليه الفاجوس او الاتة زي ما حضراتكم شايفين امامكم. بسم الله ما شاء الله برضه طعم حلو خالص. دلوقتي طبعا هتشوفوا فيديو قصير نشرته على الانستجرام، يا ريت تتابعونا على الانستجرام، بننشر يوميات وحاجات يعني حلوه خالص. هتلاقوا برضو اللينك صفحتنا على الانستجرام اسفل الفيديو ده، او تلاقوه في اول تعليق صفحتنا تابعوني. هتشوف دلوقتي الفيديو اللي احنا نشرناه على الانستجرام اللي هو حصدنا فيه الباقي. فدي اتكلمت برضو على الفاجوس او القتة او العجوز كما يطلق عليه. طبعا هنا طبعا ده احنا عارفين طبعا اللي زي ما حضراتكم شايفين. جرب يا احمد كده بص.
ده اللب السوري، جايب صنف حلو خالص. يعني جربت نزرع المرة دي عشان في حاجة يعني هنعملها مفاجأة إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية. هات يا أحمد هنا، دي نضجت في الأول يعني زي ما حضرتكم شايفين أمامكم. هات يا أحمد هنا، الجت والجت أو العدوف. شوف هنا ثاني ايه، بسم الله ما شاء الله. ده حجم كبير برضه، نوع من هو ايه الشمام، بنقول عليه شمام بس اللي هو الشمام الكبير، والشمام الصغير اسمه كان تلب يا بيه على ما اظن دي سمعتها في فيلم. ف يعني دي كانت جوله صغيره، دي كانت جوله صغيره شفنا فيها الحاجات اللي زرعناها، وفيديو عشان الاخوه اللي بتسال احنا كنا غايبين ليها او ما غايبينش، كانت في ظروف الواحد بيمر بيها، ظروف مرضيه والحمد لله على كل شيء، وبعض الظروف الحاجات الثانيه كانت حاصله معانا، فالحمد لله يعني على كل شيء. وان شاء الله ان شاء الله يعني مع انتهاء فتره الخدمه العسكريه هنرجع نقدم فيديوهات ثانيه بمشيئه الرحمن. يعني اتمنى تتابعونا على الانستغرام، بننزل كل التحديثات يعني هتلاقوها. والحاجة التانية برضو اللي حابب يعني أنوه عليها، إن دلوقتي إن شاء الله مع انتهاء فترة الخدمة العسكرية هتبقى في يعني رفع جودة الفيديوهات، هيبقى في إن شاء الله تجهيز معدات وكاميرات جديدة للتصوير بمشيئة الرحمن. فدي إن شاء الله حاجات بنفكر فيها لتطوير القناة. يعني إحنا الحمد لله دلوقتي القناة بتاعتنا يعني داخل على 1,000,000 مشترك، يعني بفضل ربنا والحمد لله وبفضل دعم الاخوه المتابعين واشتراكاتهم الحمد لله. يعني دلوقتي القناه ان شاء الله يعني داخل على 1,000,000 مشترك، وربنا يعني يسهل الامور ان شاء الله. فدلوقتي محتاجين نرفع جوده المحتوى ازود وافضل من حضرتكم شايفينه ده، او من الكاميرات اللي احنا كنا جايبينها في الاول. فان شاء الله خير ان شاء الله، وربنا يسهل الامور. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وعرفنا شويه معلومات بسيط كده، وكان الفيديو ده يعتبر دردشه يعني. ف نهايه الفيديو اقول لكم شكرا على المشاهده. لو انتم وصلتوا لنهايه الفيديو ده فانتم من الناس اللي على راسنا من فوق، والناس المخلصه اللي بتستنى فيديوهاتنا لو وصلتوا للدقيقه دي يعني. فالحمد لله على كل شيء ودعواتكم، وإن شاء الله لينا فيديوهات قريب بمشيئة الرحمن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.